وائل قباني لو موجود دلوقتي ومركز الليبرو تقريبا ملغي تقريبا يعني، تلعب ايه؟ سيرد باك ولا باك ليفت زي ما لعبت باك ليفت، ولا تلعب ديفندر، ولا لا يا هلعب مساك يا هلعب في نص الملعب. ما انا قلت لك الليبرو مش هينفع يلعب في اماكن كتيره غير الحتتين دول، يا اما مساك لان هي دي اقرب حاجه ليه، يا اما في نص الملعب لو هو كورته كويسه. فبالنسبه لو واحد لعيب كويس وموهوب ممكن يلعب في نص الملعب، واحد ممكن يلعب مساك في الاثنين، لكن ما يلعبش حاجه تاني. فاكر دراجوزلاف لما لعبك باك رايت؟ الله يسامحه. لعبت باك رايت، الغريب ان هو لعبني باك رايت وكان ماتش امبي تقريبا. وبعدين جيت بين الشوطين، انا طلبت التغيير، مش طلبت التغيير عشان انا متضايق، طلبت التغيير عشان متضايق من نفسي ان انا ما اديتش بشكل كويس. قلت لا مش هكمل. قال لك ايه؟ ما رضيش. قلت له انا مش لاقي نفسي، مش لاقي نفسي، انا مش عارف اكمل يعني، فاهمني؟ قال لا انت ماشي كويس. قلت له انا مش ماشي كويس، انا اللي عارف انا مش ماشي كويس. فبرضه صمم، وحتى اللعيبه قعدت تحايل عليا العب يلعب. قلت لهم يا جماعه انا شكلي وحش. ما كان ساعتها بيلعب ازاي دراجوزلاف؟ يعني كان مين بيلعب في حته القلب الدفاعي دي عشان يلعبك باك رايت؟ تقريبا كان بيلعب صديق ومحمود، بامير عزمي باين واحمد مثلا؟ بكري ومش خد بالك برضه، ما احنا الدنيا باظت عندنا بعد 2005 وكل واحد كان بيجيب يعني، ما حدش يزعل مني، كل واحد كان بيجيب صفقه عشان تتحسب لنفسه، كان في حاجات كده بتحصل غريبه ودي مشكله. احنا في يوم ولينا صحينا بعد 2004 لان مفيش فريق، ودي مشكله. من بعد 2004، لان احنا لو نفتكر من 2000 ل 2004 هي دي اكتر توقيت حصل فيه انجازات كتيره جدا جدا، ولحد دلوقتي يمكن لم تتكرر. لم تتكرر ليه؟ لان كان في تركيز، كان في اصرار، كان في مجموعه لعيبه رجاله جميع الاعمار نجوم مركزين عايزين ياخدوا بطولات، ودي اكتر فتره نادي الزمالك حقق فيها بطولات وتصنيف عالمي لو نفتكر. دي حقيقة. وكمان خدنا اخر بطولة دوري ابطال افريقيا هي في خلال الفترة دي، وخدنا 3 دوري، والحمد لله ان الواحد كان مشارك فيها طبعا مع جيلنا الذهبي الحمد لله. لكن بعد 2004 اللي الناس مش عارفاه، احنا صحينا لقينا الفرقة بتتفكك، لعيبة مش موجودة، لعيبة بتتباع، لعيبة ما بيتمش تجديد معاها، شبه فترات كانت قريبة مش بعيدة، لكن ادت بينا الحقيقة لان انت تبقى وضعك غير كل الاندية. يمكن انا حقيقة. طبعا احنا يعني شهود على الفترة دي. دي حقيقة. ودي مش يعني دي مشكلة الناس برضو يعني، احنا ناس الزمالك المفروض يبقى عنده استمرارية أكتر من كده. انت النهاردة لما يبقى عندك لعيبة بتاخد دوري بتاخد بطولات تمشيها ليه؟ عندك مثلا مميزات كتيرة جدا، عندك مدرب كويس خد بطولات تمشيه ليه؟ ما دي مشاكل من مشاكل النادي، مع الأسف إن أنا بقول كده، لكن لازم تحافظ على المجموعة والجهاز الفني اللي هو بيحقق لك بطولات. انت محتاج ايه اكتر من كده؟ انت بتشتغل ليه؟ توفر له مناخ بس. انت بتشتغل عشان تاخد بطولات. طب لعيبه خدت بطولات ومدير فني خد بطولات، طبيعي سعيد يوم دي انا ما فهمتهاش. وبعدين اللي جه كمان مع احترامي طبعا ما كانش بنفس الكفاءه بتاعه الناس اللي مشيت. لعيبه كويسه ممكن، بس ممكن يكون ما كانش موفقين في نادي الزمالك. ومن ساعتها يا وائل دخلنا في نفق كان طويل قوي على نادي الزمالك، وفي انديه عملت تاريخ كامل في ظل غياب نادي الزمالك في النفق اللي دخله ده من 2005 لحد 2023. ودي مشكله، لان احنا برضو ما بنشتغلش على المدى البعيد يا ابو العيله، احنا بنشتغل على تحت رجلينا. يعني انت عايز مثلا تعمل حاجه تخلي الناس تتكلم بس دلوقتي، تسكت بس دلوقتي، فانت ايه كنت بتعمل حاجه بحاجه غلط، ما كنتش بتعمل على المدى البعيد. يعني هتقع، فانت لازم تعمل استراتيجيه ان انت تشتغل على المدى البعيد، لان انت ممكن تشتغل سنتين ما تاخدش فيهم حاجه، ما عنديش مشكله. بس تشتغل سنتين تبني 5 سنين تاخد فيهم حاجات كتير. انت ما كنتش بتعمل كده. يعني انت مثلا لو كل 5 سنين وقعت سنتين عادي، لكن مش كل 7 سنين تظهر سنه ولا سنتين، لا ما ينفعش. فانت لازم تعمل على المدى البعيد، تشتغل لنادي الزمالك. مشكله هنا في ناس دخلت نادي الزمالك ما بتشتغلش نادي الزمالك، وهي ناس جوه النادي، ومعلش بتضحك على الناس وبتضحك على الجمهور، وانا عارف ان الجمهور ما بيضحكش عليه، لكن ده ما ينفعش. انا هرجع اقول تاني، اللي عايز يخدم نادي الزمالك يخدم نادي الزمالك سواء جوه النادي او بره النادي. احنا عندنا للاسف ده ما بيحصلش. انت كل ما بتقوم انت اللي بتعمل مشكله لنفسك، مش الناس هي اللي بتعمل لك مشكله. بالعكس، انت مالكش دعوه بالخصم ومالكش دعوه باي حد، انت ليك دعوه بجوه، لان انت ممكن تقفل عليك البيت ما حدش يقدر يدخل لك،
لكن انت للاسف انت بتطلع الحاجه من جوه البيت، فهي دي مشكله كبيره. عشان كده ما بيبقاش في استمراريه في نادي الزمالك. اول ما نادي الزمالك بيبقى فيه استقرار تضرب قنبله تلاقي الناس انفجرت الدنيا باظت تاني. لا، انت لازم تبقى اذكى من الناس دي. انت مالكش دعوه بحاجه، انت تشتغل في حاجه انت مقتنع بيها وتشتغل ان انت شغال صح. اي حد يقول اي حاجه انت مالكش دعوه بيه، انت شغال بس ايه؟ بتصلح الامور عندك انت بس. فده برضه ما كانش بيحصل قبل كده. طب انت شايف المجلس الحالي يا وائل، اكيد عارف بقى دوارس تركه مش قليله يعني. طبعا. فانت شايف انه او تنصح او متفائل انه ممكن يكون هيشتغل على ملفات عامله ازاي؟ او اصل انا دايما كنت دايما بقول كلمه وائل، ان انت كل اللي بتقوله ده ملخصه حسن الاداره يصنع حضاره. يعني لو انت عندك حسن اداره هتبقى تبني الخمس سنين والست سنين وترتب الاولويات صح وتصرف على الفريق بشكل صح وتجدد للعيب المطلوب وما تفرطش في لعيب ببلاش وتبني قطاع ناشئين يعني وتوفر ماديات وما تحصلش اهدار لمقدرات النادي، فدي كلها حسن اداره.